السلام عليكم طلاب، أحد يسمعني؟ عليكم السلام ورحمة الله. اي نعم نسمعك. أقولكم موجود الدكتور لو لا؟ أكو محاضرة لو لا؟ والله ما أعرف. يلا يمكن كان يطالع ويمكن كنت على مود المحاضرة. ايه هسه هسه لحظة تسمعيني؟ اي اسمعش دكتورة سوري. ايه اوكي، بس ده انتظر اخاف اكون بعد عندكم ادمت حتى بدي اسوي لهم ادمت. اوكي دكتورة. اوكي اوكي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الصوت واضح مو ان شاء الله؟ اي نعم دكتور واضح. اوكي راح ابدي هسه ولو هو بعد لحد الان هسه هم اكو ادمت بعد راح نبدي المحاضرة مالتنا. اوكي واضحة السكرين؟ اي نعم دكتورة واضحة. اوكي احنا وقفنا حكينا بالمحاضرة اللي فاتت، حكينا على الادابتيشن وحكينا على الريفيرسيبل سيل انجري، وقفنا لحد الريفيرسيبل سيل انجري. الريفيرسيبل سيل انجري ان انا لما حيصير عندنا اوكي واضحة هسه قلبتها هيك احسن؟ صورة والله صغيرة صارت، يعني اها ارجعها مثل ما لايت صار كانت. صغير. اي أيوة والله اي أيوة والله. هنا هسه الـ irreversible cell injury، هنا من راح يصير عندنا الـ stimuli، الـ injurious stimuli، الـ harmful stimuli، لما راح يصير للسيل حتكون انه very harmful، يعني الاستيمولاي بحيث يكون تصير beyond the point of return، بعد ما تقدر الخليه ترجع الى طبيعتها الاصليه مثل ما كانت healthy، فحيكون عندنا cell death. فال irreversible cell injury راح يصير عندنا injury للميتوكوندريه وانجري للسيل membrane، فبالتالي حيصير عندنا cell dysfunction، dysfunction للاشياء الاورجانلز اللي موجوده بالسيل، واللي اهم شيء هي الميتوكوندريا والسيل ممبرين. فايش راح نشوف الالترا ستراكشر مالتها وشلون راح يصير هذا الريفرسبل سيل انجري؟ حيكون اول شيء انه من يتاثر الميتوكوندريا ويتاثر السيل ممبرين راح يزداد الكالسيوم انفلوكس انسايد ذا سيل، فهاي الكالسيوم الايونات الكالسيوم من الزداد حتسوي لنا اكتيفيشن للفوسفولايبيزز. الفوسفولايبيزز هذا هو يعني هو عباره عن انزيم يؤدينا الى حدود ديجريديشن يحطم لنا الفوسفوليبيد. فاحنا نعرف السيل ممبرين هو جزء من عنده هو فوسفوليبيد، فبالتالي الكالسيوم ايون من اللي يزداد بحاله ادنى الميتوكوندريال ديسفانكشن حيؤدينا الى زياده الاكتيفيشن اوف فوسفولايبيزز. لحظة عندنا أدمت هنا، فبالتالي واضحة الشاشة؟ واضحة دكتورة واضحة. أوكي فبالتالي راح يصير عندنا degradation أو تحطيم للممبرين. كذلك الكالسيوم ليفل من راح يزداد راح يسوي لنا اكتيفيشن للبروتيازز. بروتيازز يعني هي عباره عن الانزيم اللي هو يحطم لنا البروتينات اللي موجوده بداخل الخليه واللي هي تشمل لنا ايضا السيتوسكيليتون.
سيتوسكليتون هي عبارة عن البروتين اللي هو يسوي لنا الباك جراوند مال الخلية، الباك جراوند يعني هاي الاورجانلز هي وين تروح وبيش تصبح، بيش ملزومة، ملزومة ببروتينات موجودة داخل الخلية بالسيتوبلازم اللي يسموها السيتوسكليتون اوف ذا سيل. وبالتالي حيدينا ايضا الى يعني تاثيره راح يكون على السيل ممبرين، لانه هاي السيتوسكليتون بروتين هي كلها يعني يعني مرتبطه بالممبرين، كانما شبكه، هي كانما شبكه موجوده داخل الخليه ومرتبطه بالسيل ممبرين. وكذلك البروتيز هنا حيدينا الى تحطيم النيوكليوس، فحيصير عندنا نيوكليار دامج، وبالتالي هاي كلها حتأدينا إلى السيل ديف. هاي بشكل عام الدي ان اي هنا الخلية بداخلها النيوكلياس، شلون راح اعرف انه هاي النيوكلياس هي صارت بها ديف؟ تشوفون هاي الصورة هنا، اول شيء عندنا النورمال سيل، بنشوف هنا الخلية شلون شكل النيوكلياس مالتها، يكون بالسنتر تكون واضحة. بعدين من يصير بها هاي irreversible damage ممكن يصير شكلها على شكل pycnosis. pycnosis هنا هي عبارة عن يعني condensation لل DNA، condensation للبروتينات وال DNA، DNA nucleus الموجودة بها، فراح أشوفها أكثر بيزوفيلك وراح يصير بها shrinkage لل nucleus. أو ممكن يصير شكلها على شكل karyohexes. karyohexes هنا ال DNA ال nucleus صارت بها fragmentation، راح تتحول الى فريجمنت اوف دي ان اي، او راح يصير عندنا الكاريولايسز، وهذا هنا معناها انه تحللت النيوكليوس، بعد ما راح اقدر اشوف النيوكليوس فقط الريمننت مالته. فهذا الايرفيربل دامج وتاثيره على النيوكليوس ممكن اشوفه بثري فورم. هنا عندنا حكينا احنا من ضمن الاشياء اللي راح تتاثر بها الخليه انه راح يقل عندنا الاي تي بي والاكسجين راح يقل، وراح يزداد عندنا اللاكتيك اسيد، فالبي اتش راح يكون اسيدك داخل الخليه، وبالتالي كل الانزيمات اللي هي موجوده داخل الخليه راح تتاثر وتصير بيها يعني بلوكج للفانكشن مالتها ويصير بيها ديجريديشن. فهنا حيصير عندنا اللايسوسوم الانزيم راح يتحول، يعني حيصير بيها اكتيفيشن وتقوم تنفرز بداخل الخليه ويصير لايسز وبالتالي السيل ديث. زين أنا هنا هاي قلنا الانزيمات من هي راح تطلع خارج الخليه، وطبعا احنا عندنا السيل ممبرين هو اصلا صار فيرمبل وراح يتحطم والخليه ماتت وقامت تطلع كل الانزيمات مالتها. ممكن اني استفاد من هاي المعلومه انه اعرف كلينيكالي يعني اذا السيل ديث صار فد ديزيز معين. فد اكزامبل هنا انا كاتبه لكم انه مايوكارديال انفاركشن. بالمايوكارديال انفاركشن راح يصير عندنا انه راح يصير سيل ديث للهارت، هارت سيل الهيباتوسايت حيصير بيها ديث، فراح تقوم تطلع لنا هاي الانزيم اللي موجوده بداخل الخليه. اوكي دكتوره ممكن اي احكي دكتوره، بس الوورد صعب كلش، يعني الباوربوينت من الشرحين انت نحسه سهل ومفهوم، ومن لما نروح على الوورد نشوفه كلش صعب. لا هو نفسه، هو يعني نفسه، هو ترى ما احنا بيناتهم بيناتهم، هذا مجرد يعني صور بي مجرد في السرلج، هذاك هذاك هو بالتفاصيل موجوده بها، هي نفسها ماكو فرق، نفسه بس انا مسويت له كوبي بيست من الوورد، بس مجرد هنا انا حاطت لك صور. اوكي اوكي دكتوره. اوكي فهنا هسه عندنا مثلا هاي الهيباتوسايت راح تقوم تفرز لنا يعني تطلع الاشياء الانزيم مالتها راح تقوم تنفرز بالسيرم، فبالتالي انا اقدر اخذ البلوت وافحص السيرم واشوف انه يعني الاليفيتد الاليفيتد بهاي السيرم انزيم هل هو صار بها اليفيجن ولا لا. من ضمن هاي الانزيم هي هاي الانزيمات اللي انا كاتبه لكم اياها اللي ممكن نشوف بها سيرم جلوتاميك، اوكزالوساتيك ترانس امينيز، ممكن لاكتيك دي هيدروجينيز، ممكن الكريتينين، هذين كلهن ممكن يصيرن فند لاند مارك فد يوسفل جايد حتى اعرف الديث اوف هارت مسل هيباتوسايت. زين هنا عندنا فد سؤال،
يقول لنا مثلا هسه اني افتهمنا، حكينا على ريفرزبل، يا بس فهمت انت حكيتي لي على ريفرزبل وحكيتي لي على الريفرزبل، وعرفت انه الخليه بعد توصل مرحله انه ما تقدر يعني انه ترجع نفسها مثل ما كانت، وبالتالي صار بها سيل ديث وتحطمت كلها الخليه. فاني اذا مثلا هي بعدها ما صايره يعني ما يعني شلون بعدها ما ميته، بعدها هي في حاله الريفرزبل بعدها ما ميته، واني جيت مثلا وخرت الهارمفول ان ستيمولاي، مثلا وخرت كانت بيها مثلا اسكيميا مثلا منطقه ما ادري يوصلها بلاد، وصارت بيها هذا الحكي كله اللي حكيتي. زين اني هسه جيت ورجعت البلاد، يصير ترجع مثل ما كانت لو ما يصير؟ انتو شو تقولون؟ يصير ولا ما يصير؟ ممكن ترجع بس هي واصله محل تقرب ارزبل. هي إذا الريفيرسيبل ما ترجع، يعني مستحيل. ما ترجع، بس انا رجعت البلاد بيها. حتى لو رجعت البلاد ترجع؟ لا يعني هسه راح نفتهم هو بالضبط ما راح ترجع، بس شلون ما راح ترجع راح نفتهمها. هسه مثلا تخيلوا واحد يعني مثلا انقطع الشريان مالته او فتشي منطقه قام ما يوصلها بلاد. زين هسه انا رجعت البلاد، ويعني ورا مثلا في فتره رجعت البلاد، طبعا هو تشو صار لونه ابيض يعني صار هو بلا بلاد، وهسه انا قمت رجعت البلاد ورجع طبيعي. ايش راح يصير هنا؟ هاي المنطقة راح يصير بيها فري راديكال رجع لبلاد. قلنا شنو الميوكس ممبرين هو ثيرمابل، فيقوم راح يمشي المكان وراح يطب راح يطب البروتينات مالتها صارت بيها ديسفانكشن. فبالتالي حتى لو انا رجعت الاكسجين لا تقدر بعد تسوي لنا اي تي بي وتستفاد من هذا الاكسجين، ولا تقدر انه يعني حتى لو اشتغلت ورجعت الاكسجين فالميتوكوندريا الى حد ما راح تقوم تشتغل، بس الاكسجين هنا راح يقوم يصير بيها ميتابولايت. يعني شنو؟ الاكسجين هنا لما هي تاخذه راح تحطمه، وبالتالي راح تستفاد من عنده حتى تحول طاقه. زين هنا من حطمت راح يصير بيها ميتابوليزم للاكسجين راح يسوي لنا فري راديكال. يعني شنو هاي الفري راديكال؟ ان هذني السوبر اوكسايد انايون اللي هي الاو 2 زيرو، او ممكن الهيدروجين بيروكسايد، او الهيدروكسيل راديكال اللي هو الاو اتش، والنيتريك اوكسايد، هذني يسموهم فري راديكال. لما يزدادن بالخليه حيؤدين الى حدوث بالعكس انه راح يصير دمج للخليه اكثر بعد الضرر. فبشكل طبيعي انه الخليه من تسوي الاكسجين، من يسوي يوتيلايزيشن بالاكسجين داخل الميتوكوندريا وتستفاد من الاكسجين وتحول الطاقه، هاي الفري راديكال الاكسجين سبيشيز هذني اللي طلعان از باي برودكت اوف ميتابوليزم اوف اكسجين، هاي تتخلص من عنده عن طريق البروتينات والانزيمات اللي موجوده عندها. بس هي بحاله الايرفيرسبل الانزيمات مالتها قامت ما تشتغل، فبعد شلون تتخلص من عندها؟ حتى لو الميتوكوندريا اشتغلت وطلعت واستفادت من الاكسجين بعد الانزيمات وقفت بعد ما تقدر تشتغل، فراح يزداد هاي الرياكتيف اوكسجين سبيشيز راح تزداد بداخل الخليه وتصير بيها اكيوميليشن، وبالعكس راح تسوي لنا ادفيرس افكت راح تزيد لنا يعني التحطيم بداخل الخليه. هنا تشوفون هاي هنا الصوره النورمال سيل، والفري راديكال شلون زادت اتاك السيال، بالعكس اذا زاد ازداد وراح تسوي لنا ديستروي للسيال هماتين اكثر واكثر، راح تزيد لنا التحطيم مالت الخليه تاثر لنا عليها اكثر. اقصد شيء اسمه ستريس بروتين ان سيال انجري. بحاله السيال انجري الخليه تحاول انه تحافظ على الدي ان اي مالتها، تحافظ على البروتينات مالتها، فتقوم تفرز لنا مواد اللي هو يسموها ستريس بروتين. هذا ستريس بروتين اكو نوعين او يسموها هيت شوك بروتين، والنوع الثاني اللي هو ابيكيوتين. هذني اثنيناتهم ممكن يزدادن بحاله الخلايا اللي هي متعرضه للستيل انجري يسموها ستريس بروتين. وطبعا هذني هسه حاليا هوايد يشتغلون عليهم حتى يحاولون انه يعني يستفادون من عندهم كفد جايد لاين، يعني على مود باثولوجيكال جايد لاين للسيال انجري، وحتى شلون يحافظون عليها قبل ما تتحول الى يعني سيال ديث. يعني شغل هواية عليها دا يشتغلون كابحاث، بس
مجرد انه تعرفون انه اكو ستريس بروتين بس تنفرز بالسيل انجري اسمها هيجي وهيجي، كتفاصيل وشون تشتغل هاي ما مطلوبه منكم. هاي هنا في الشكل اللي يريد يفتهم انه شون هي تشتغل، هي عباره عن انه تحمي الخليه لفتره مؤقته الى ان يصير بها سيل ديث، توصل مرحله انه حتى هاي بعد ما تفيد، بس هي مجرد انه فتره راح تستفاد من عندها الخليه. هسه بالمورفولوجي، مورفولوجيكلي اني شلون راح اقدر اشوف الايرفيرسبل سيل انجري سيل ديث، سيل ديث مورفولوجيكلي شلون راح اشوفه؟ اول شيء احنا اكو شيء مصطلح نسميه اوتوليسيس او السيل دايجستشن. كلمه الاوتوليسيس شنو عندنا يعني احنا الاوتوليسيس؟ يعني احنا هواي نقول شنو معناها؟ تحلل ذاتي. بالضبط، التحلل الذاتي. زين هسه اني هاي من اقول تحلل ذاتي اني هذا وين استخدمها؟ يعني اكو عندنا هوايه انواع. الاوتوليسيس هنا يكون يعني احنا من نقول هذا الشخص تحلل، مثلا هذا الشخص مات وتحلل، هاي احنا دائما نطبقها على البوست مورتم، يعني بوست مورتم تشينج ورا ما يموت. بس هو بالحقيقه الاوتوليسيس هي تصير مو الا واحد يموت، يعني جزء هو بعد ما ميت. فهنا الاوتوليسيس يعني تحتاج انه يصير بيها يعني شلون الجسم يقوم يقاوم الاوتوليسيس، فيصير بيها انفلاميشن رياكشن. الاوتوليسيس هنا تصير بسبب انه اللايسوسومال انزيم راح تطلع تنفرز وهي تقوم تاكل نفسها. بالهيستوباثولوجي اني شلون راح اشوفها؟ بالهيستوباثولوجي الاوتوليسيس راح تبين على شكل ازداد الايزينوفيليا. احنا ايش قلنا؟ قلنا الهيموتوكسين اند ايوسين اذا تذكروها. الهيموتوكسين لها افينيتي لل شو اسمه للسيتوبلازم، والايوسين هي لها افينيتي للنيوكلياس. وهنا الايزينوفيليا معناها راح تزداد، يعني يعني معناها راح يزداد عندنا الصبغه الورديه اكثر بالسيتوبلازم. ليش هاي تزداد الصبغه بالسيتوبلازم اكثر اللون الوردي؟ لانه البروتين يعني صار بها اسيديتي اكثر، فالبروتينات هاي صار بها تحلل اكثر فيزداد عندها هاي اللون. كلمه نكروسيس، النكروسيس هنا تختلف عن الاوتوليس بالبيش، انه في ناس سيل ديث بس النكروسيس انه الخليه هي ميته نهائيا. يعني النكروسيس يعني مو بس يعني شلون اكثر باثولوجي. الاوتوليسيس من اقول اوتوليسيس اي تحلل، اي كلمه تحلل انا اسميها، لهذا بهم يسموها على البوست مورتم ورا ما يموت، ومرات نسميها تحلل اي شيء بالطبيعه اوتوليسيس. النيكروسيس هي كلمه اكثر باثولوجي، معناها انه تحلل الخليه، وهذا التحلل هو يعني ادي يعني موت الخليه بشكل مو منظم، موت الخلايا كلها بشكل غير منظم، لانه اكو عندنا موت منظم هسه راح نحكي بيها. النكروسز هنا السيل ممبرين راح يروح الانتجريتي مالته، طبعا الاورجانلز كلها راح تصير بيها ديستراكشن، حيصير ديجريديشن للسيل كلها. الانفلاميشن هنا بالمنطقه حيصير بيها انفلاميشن، الدائره مدارها المنطقه حيصير بيها انفلاميشن. طبعا هنا النكروسز اكو عندنا انواع. النكروسز اول وحده هي الكوجيليتف نكروسز. الكوجيليتف هنا التشو اركيتكتشر راح يبقى يعني بريزيرف فور سيفرال دايز. يعني طبعا هنا مثلا اجاني بيشنت يعني هو بوست مورتم مات، وما مات انا جيت اريد اسوي له يعني تشريح، فهذا التشريح هنا طبعا ها مثلا طب عدلي، يعني مو انا حاطته بالفورمالي، لا هذا مباشره يعني. فهذا هنا عنده التشو مالته، التشو حيصير عنده كوجليتف نيكروسز. التشو الهارت البادي مالته يعني الهاند عنده كوجليتف نيكروسز، انه التشو بقى محافظ على نفسه لفتره زمنيه فور سيفرال داي. اوكي التشو هناك راح بهاي الشيء راح يصير فيرمنت تكستشر، يعني هو الشخص اللي يموت اول ما يموت مو قبل يتحلل هيك يروح ينتهي، لا يعني هو فيرمنت تكستشر يبقى فتره زمنيه. حيصير عندنا ديناتوريشن، ديناتوريشن للانزيم للبروتينات اللي موجوده بداخل الخليه، ف
فهاي اللي هو يسموه الكوجيليتيف نيكروسس، فيبقى الاورجان تبقى سوليد فور سيفيرال دايز على البرين. يعني هذا يصير كوجيليتيف موجود بكل الخلايا بكل التشو على البرين، مثل ما تشوفون الصورة هنا. هنا تشوفون هسه مثلا هاي الصورة، هاي الفرق بين هنا الـ يعني النورمال والاب نورمال. بقت الخلايا محافظة على شكلها، هنا ايضا بقت محافظة على شكلها بس فارغة ما بها شيء. النوع الثاني هو الليكويفاكتيف نيكروسس. الليكويفاكتيف من اسمها الليكوي، الليكوي معناها اكو كانما بها سوائل، فهاي السوائل مين هي جتي؟ هذا حيصير تشو نيكروسس عن طريق مثلا بكتيريال انفكشن او عن طريق فد يعني فد انفلاماتوري ايجنت، صار انفلاميشن بيها هوايه، فراح تتحول هنا التشو الى ليكويد فيزيكوس ماس. هاي هنا الليكويفاكتيف نيكروسس راح نشوفها بحاله البكتيريال انفكشن، وراح نشوفها بحاله الهايبوتوكسيك ديث اوف سنترال نيرفس سيستم البرين. فمثل ما قلنا الكواجوليتيف ما كان موجود من ضمن البرين، بينما الليكويفاكتيف من ضمنه هو البرين. وكذلك البكتيريال انفكشن باي تشو، باي تشو بالبادي دكتوره يعني النكروتيك بولب راح يصير عندنا ليكويفاكتيف نيكروسز. ليكويفاكتيف نيكروسز مثل ما تشوفون هذا الصوره هنا، اي نيكروتيك بولب. النكروتيك بولب يعني نعتبره ليكويفاكتيف. الو وياي؟ اي وياك. قصدك يعني شنو النكروتيك بولب؟ هاي مو يصير اكو التهاب بال ليكويفاكتيف نيكروسز؟ اي ممكن يعني ليكويفاكتيف، لا هي مو هي مو هي البكتيريا مو هي طريقتها، مو هي طريقتها يصير منو. لحظه بس خلينا نشوف عندنا، خلينا نسوي ادمت. صحيح انا وياك بس مو هذا، المنطقه هي شويه ما تقدر تشوف بيها انفلاميشن بالشكل الصحيح، يعني هو شوية محدد، يعني انت ما راح تقدر تشوفها مثل هذا. فهمتني؟ هي انت حكايتك صحيحة زين، بس انت ما راح تقدر تشوفها بهاي الطريقة. فهمتني؟ اي فهمت دكتور. وياي من وياي؟ انا احمد وياك. ما ادري صوتي واضح. الو تسمعوني؟ نعم دكتورة نسمعك واضح. واضح دكتورة نسمعك. ياسر كان ضيفك. لو راح الصوت من عندي يا سلام عادي. اوكي احمد عيني شوف هذا صحيح انت احتاجت. لا لا واضح الصوت كلش واضح. لا ديوح ويجي عبالي اني صوت ديوح ويجي. تسمعوني زين انتو؟ اي دكتور انا اسمعك. اوكي اها اوكي فهسه خلي لعد وياكم بيعتي. هو صحيح ليكويفاكتيف نيكروسز. اوكي ليكويفاكتيف نيكروسز صحيح يصير بحالة يعني اذا صار عندها بلب انفكشن، بس هنا المشكله شنو؟ احنا البلب انفكشن اوكي البلب انفكشن هنا هذا ما اقدر اشوفه مثل هذا. ليش؟ لانه اني التوث هو كونفايند اريا، هو اريا محدده. فهمتوا شنو قصدي؟ اريا محدده فما راح اشوفها بس الباس. اوكي احد بكم مسوي روت كانال او شايف روت كانال يسووها؟ اي دكتوره ما شايفين روت كانال؟ بلي دكتورة شايفيها. زين إذا شايفين روت كانال مرات مثلا يطلع من عندها ريحة. اي أكيد. اي هاي الريحة هي ريحة الباس، بس هذا الباس يعني الانفلاماتوري سيال، الانفلاماتوري سيال مو من داخل، مو من داخل اللي هو بعد كل البلب مات. الانفلاماتوري سيال راح يصير من داخل البون، الفيولر بون، بس هو البلب كله بعد مات، فكله باس يعني. أو يعني ما يصير مجرد ديبرز راح يصير بالسيال. مجرد ديبرسيال راح تصير موجوده بال بال بالبالب كله، فما راح يشوفها مثل ما تشو واضح. فهمت شنو قصدي؟ انه هو يعني التوث هو يعني انكلوزد وذ دنتين انكلوزد، ما راح تكون واضحه
الانفلاميشن او النكروسس بيها مثل التشو يعني اللي هو مثلا تشوفوه يعني الاورجان بيج اورجان اوكي. فهاي هسه تشوفوها هاي مثلا هاي الصوره هاي لا هاي مال بيج اورجان انشاف هيجي بيج اورجان مو كتوث نفسه بس كليكوفاكتيف نكروسس اي صحيح الليكوفاكتيف صحيح بكتيريال انفكشن اللي من ضمنه انه التوث نكروسس كازياس نكروسس. الكازياس نكروسس هنا راح يصير كانما يسموه تشيز لايك كانما يعني عمليه تجبن. هذا التجبن منين جاي هو يعني هو هنا الكازياس نكروسس راح يصير بيها عباره عن انفلاميتوري ريأكشن يكون داير مدار المنطقه فيصير فوكس اوف انفلاميشن تكون الفوكس اوف انفلاميشن بداخلها بنص هاي الفوكس اوف انفلاميشن بنصها اكو يعني المكان اللي هو متأذي حيل اللي هو صار تجمع مال الماكروفيج وتجمع مال السيل وتجمع مال ديبريز وتجمع مال نيكروسس كلها راح تصير مثل ما تشوفون الصوره هاي هاي يسموها جرانيولوما. الجرانيولوما تشوفون اكو داير مدايرها كانما فد حلقه هي كانما حلقات تجمع من الانفلاماتوري سيل داير مدايرها وهاي بالنص هي المنطقه اللي صار بها النكروسز فيسموها الجازياس نكروسز. فتكون هنا الشكل مال الخلايا كله راح يتبدل كومبليتلي اوبليتريتد ما راح يبين شكل الخليه الاصليه كله راح صار شكل جرانيولوما يعني الخلايا الاصليه راحت لايسز صار بيها وصار تجمع مال انفلاماتوري رياكشن داير مدايرها انفلاماتوري سيل دار مدارها وراحت شكل الخلية الأصلية فهذا الجازياس نكروسس. وين نشوف هذا الجازياس نكروسس؟ نشوفها مثلا حالة يسموها الجرانيولوما نشوفها مثلا حالة تيبي نشوف صار بها الجازياس نكروسس. نشوفها بحالة الكورونا الكورونا هسه من الكورونا من ناخذ السي تي من ياخذون تشيست سيتي راح تبين على شكل يعني النقاط بيض بس السي تي هي هاي كازياس نكروسس صار بالرئه. فيبرينويد نكروسس الفيبرينويد هنا راح يصير عندنا ديبوزيشن اوف فيبرين. هذا الفيبرين منين اجى؟ هو عباره عن اميون كومبلكس اوف انتيجين انتي بودي ريأكشن وراح تكون تتجمع بالارتيريال وول وراح يبين لنا على شكل برايت بينك امورفوس لاير بالهيموتوكسيلين اند ايوسين. هذا يسموها الفيبرين اللي هو هذا اللي تشوفه لونه وردي على شكل حلقه مو هذا اللي بالسنتر. هذا السنتر هو الار بي سي. فهاي الفيبرينويد نيكروسز. هسه صار عندنا كوجوليتيف وليكويفاكتيف رازياس فيبرينويد نكروسز وعندنا الفات نكروسز. الفات نكروسز راح يصير بالمكان اللي هو يصير به مثلا الفات يصير بها اوتوليسز او ديستراكشن للفات مثل البنكرياس. البنكرياس هنا من او مثلا عندنا البنكرياس هو المكان اللي حيصير بها يعني البنكرياتيك لايبيز هي اللي راح تتاثر يصير بها اكتيفيشن. فالبنكرياس إلى صار مثلا بيفد انجري بنكرياتيك لايبيز راح تتاثر وراح يؤدينا الى حدوث فات نكروسز يعني يسوي لنا تحطيم للفات بالمكان اللي هو صار بي ديستراكشن بالمكان اللي صار بي انجري. مثلا شخص صار عنده ابدومينال تروما فهذا الابدومينال تروما مثلا راح يقوم هذا البنكرياتيك لايبيز راح ينفرز وراح ياثر على المكان اللي هو صار بيه تروما او انجري. فشكو احنا بالابدومين؟ اكو عندنا البريتونيال كافيتي. هاي البريتونيال كافيتي تحتوي على الفات فهذا الفات راح يتاثر بالبنكرياتيك لايبيز وراح يتحول الى الفات نكروسز. وبوجود الكالسيوم ايون راح يصير يسموها فات صابونيفيكيشن كانما صابون يصير كانما شلون الصابون راح يتحول الى وايت اريا تشوكي وايت اريا. هاي هنا شكلها بالهيستوباثولوجي
وهاي شكلها بحالة الفات انجري بالبريتونيال كافيتي مثل ما تشوفون ابالك هيك نقاط بيضاء، وهاي بالهيستوباثولوجي وبالجروس. جروس يعني معناها نشوفها بالحقيقه يعني. بعدين هسه هذا كل احنا حكيناه هو النكروسز، قلنا هنا النكروسز راح يصير عباره عن اوتوليسيس، عباره عن يعني شو اسمه شلون احنا قلنا سيل ديث، بس هذا السيل ديث يصير يعني ربش، يعني كل الخلايا تقوم تموت بدون تنظيم. الاباتوسز لا، هنا عباره عن يعني سيل ديث بس يكون بروجرامد، هنا هو يكون على يعني هي الجسم هو يعني اذا يسوي سوسايد بالخلايا مالته، بيضحي بالخلايا مالته، هاي الخلايا اللي تكون يعني بيضحي بيها بشكل بروجرام، مدى هيك يعني مجرد انه تموت وخلاص، لا. فالابوتوسز هنا يسموه بروجرام سيل ديث او يسموه سيل سوسايد، هنا يختلف عن النكروسز مثل ما قلنا انه هذا الابوتوسز ما بي انفلاميشن، هذاك بي انفلاميشن، لانه هو عباره عن سيل ديث والخلايا دائما دائرها تقوم تتاثر بالسيل ديث وتقوم تنفرز الانفلاميشن مالته، تحاول انه تقاوم هذا الاوتوليسيس دي سيل. الابوتوسز لا، هذا هو هو التشو يعني اللي يريد يخلص من هذا الخليه فما يصير بها انفلاميشن. الابوتوسز ممكن نشوفها فرايتي اوف فيزيولوجيكال اند باثولوجيكال كونديشن، بينما النكروسز فقط بالباثولوجيكال كونديشن، هاي فروقات بيناتهم. الابوتوسز هنا اذا نشوفها بحاله الفيزيولوجيكال كونديشن ممكن نشوفها بحاله عندنا during embryogenesis، يعني خلنا نضرب مثل بالامبريوجينيسيس، احنا الشخص من هو بالامبريو شكو بين اصابعه اكو فض غشاء، مو صحيح؟ اول ما يتكون الجنين اكو فض غشاء بين اصابعه، وحتى النوز مالته حيكون مغلف بغشاء، بحيث يعني من برا على النوز ترايل نشوف اكو فض غشاء من هو بعد الجنين امبريو بطن امه قبل ما يطلع، وراها من يطلع يوحد هاي الاغشيه كلها المفروض رايحه. هاي عمليه اوتوليسيس، عمليه تحلل هاي الخلايا، هي عمليه مو نكروسيس، هاي ابوتوسيس، لانه نكروسيس معناها اكو انفلاميشن، معناها مات الامبريو، لا هنا هي ماكو انفلاميشن، هاي عمليه تحلل الخلايا بشكل عن طريق عمليه الابوتوسيس. ابوتوسيس هي تحللها بس بشكل منظم بدون انفلاميشن. من ضمنها ايضا بحاله عندنا يعني مثلا withdrawal of lactation، مثلا هي كان عندها breastfeeding ورا فترة، انه طبعا هي راحت من عندها pregnancy وصارت رجعة طبيعية، فهنا البريست رح يرجع الى normal size مالته، رح يصير apoptosis للخلايا اللي هي زادت. احنا قلنا بالحالة breastfeeding او بحالة pregnancy رح يزداد، يصير هاي بارابليجيا اضافه الى شنو هايبرتروفي، فهنا راح يصير الهاي بارابليجيا هاي الخلايا نقوم نضحي بيها بعد ما تحتاجها، خلصت هاي الهرمون الافكت خلصت، فيصير عندها ابوتوسيس. كذلك عندنا مثلا بحاله ريبليسمنت يعني بالانتستينال ابثيليوم، دائما يصير بروليفريشن وريبليسمنت بالانتستينال ابثيليوم، فبحاله هاي الحاله هي ابوتوسيس. عندنا ايضا pathological process رح تحول apoptosis بيها حصير، من ضمنها هي التيومر، التيومر بحالة الكيموثيرابيوتيك ايجنت، بحالة الفيرال انفكشن، بحالة الجرافت ريجكشن، ايضا بحالة عندنا الاورجان اذا كان مثلا withdrawal of stimuli، مثلا يعني الحالة انه مثلا الشخص قام ما يوصل لانرفيجن، فحيصير عنده apoptosis بالخلايا اللي هي موجودة تتغذى بهذا النيرف، لانه هي بعد ما يقدر يحرك الاورجان. degeneration ايضا بحالة مثلا الزهايمر ديزيز، بحالة الباركنسونيزم، ديمنشيا، تبني apoptosis للخلايا. heart disease ايضا والمايوكاردر انفاركشن، قسم من عنده حيصير apoptosis وقسم من عنده حيصير بيه necrosis. بدنا عندنا morphological change بالapoptosis، شلون راح اشوف شكلها عن النكروسز. احنا حكينا النكروسز شلون شكلها وقلنا هي انواع بيها، هي مو شكل واحد. الapoptosis هو كلها شكل واحد،
هي عبارة عن شوف كليستر السياب، راح تبقى الخلية هي فايبل أول شيء بالبداية، راح تقوم يصير بيها شرينكج راح تقل، بينما بالنكروسز احنا قلنا بالمورفولوجي بالبداية أول شيء من هي أول شيء ريفيرزبل بعدين ايرريفيرزبل، يكون بيها سوالن بالعكس. هذني أنا بقول لكم فروقاتهم، ما تنفرق أول شيء هاي بيها انفلاميشن هاي ما بيها انفلاميشن، وكذلك إن هاي إنه بروجرام هاي مو بروجرام. وهنا عندنا بالشكل مالتها هذا حيكون عندها شرينكج بينما هذيك سوالن. هنا عندنا نيوكليار كروماتين كوندنسيشن راح يصير، تكنوسيس راح يصير بالدي ان اي، بينما هناك قلنا ثلاث انواع يصير تكنوسيس كاريوهكسيس كاريولايسيس. حيتحول الى ابوتوتيك بادي. الابوتوتيك بادي هنا الخلية تبدي شوية شوية يعني كأنه ما يصير الخلية كأنه ما يصير بها فرغمنتيشن، يسموها ابوتوتيك بادي، ماكو بها يعني انفلاميشن. وممكن انه يجي الماكروفيج صفحة الماكروفيج الى شات موجودة قريبة عليها يصير بيها فاجوسايتوسز الها وتروح بدون انفلاميشن، مجرد فاجوسايت باي ماكروفيج. الأبوتوسز هنا شلون حيصير؟ الأبوتوسز ممكن تجيها سيجنالين، يعني شلون هاي الخلية تموت؟ تجيها كيفها تموت؟ لا، ممكن اكو سيجنالين تصير بيها، يا اما سيجنال تجيها اندوجينيوس، يا اما السيجنال تجيها اكسوجينوس، يعني فيكون يكون يا انترنسيك واكسترنسيك باثوي. الاكسترنسيك يعني سيجنال اجتها من برا، تقولها موتي لسبب ما، مثلا انه الهرمونات قلت فاكسترنسيك باثوي هاي. الانترنسيك لا، الانترنسيك نيناتهم هذين الباثوي راح يصير بهم اكتيفيشن للكاسبيسز انزيم. الكاسبيسز انزيم اللي هو نوع من انواع البروتيزز، واللي حيسوينا ديجريديشن للبروتين البروتينات بداخل الخليه. هسه هذين يكون احنا خلصنا طبعا هاي لحد الان انت المفروض ديش المحاضره بس شفتكم تعبانين وما كملت، بس لحد الان كملت ديش المحاضره، هسه راح ابدي محاضره جديده واللي هي مالت اليوم، وان شاء الله تكون سهله وبسيطه. محاضرتنا هي المالت اليوم هي اصلا هي تعتمد على الانترسيلر اكيوميليشن وعلى الايجنج. الانترسيلر اكيوميليشن احنا داء الخليه في بعض الاحيان يكون يتجمع بداخلها سبستنس، هذا السبستنس ممكن تكون هي ابنورمال سبستنس، بس هي هاي السبستنس هي تفرزها، مثلا بروتينات هي تفرزها وتتجمع بداخلها ما يصير بها تفريز، او ممكن انه هاي الخليه راح تجيها اكستروجينال سبستنس، اشياء تجيها من برا وراح تتجمع بداخلها. فهنا اكو عندنا ذا مين باثوي اوف ابنورمال انترسيلر اكيوميليشن، ممكن هي انه مثلا هي تصنعها وتتجمع بيها، ممكن ميتابوليزم خلال الميتابوليزم هي يعني صارت باي برودكت والمفروض تتخلص منها، بس طريقه التخلص صار بها في الديسنفكشن ديس فانكشن، فما تقدر بعد تتخلص منها خلال عمليه الباكجينج خلال عمليه الترانسبورت اي عمليه. مثلا عندنا الفاتي تشينج بالليفر، هاي وحده من الاشياء اللي ممكن نشوف بيها. ممكن عندها فد مشكله بالانزيم، انهرتد هاي المشكله، راح تبقى ديفيشنسي بالانزيم وراح تبقى الميتابوليزم برودكت بيها. ومثل ما قلنا ممكن اكسوجينوس سبستنس واللي هي راح تبقى بيها. هاي وين تتجمع؟ هاي ممكن تتجمع بالسيتوبلازم هاي الانترسيلر سبستنس، ممكن تتجمع في الاورجانل او يعني اورجانلز او نيوكلياس داخل الخليه. من ضمنها الفاتي تشينج او حيسموها الستيتوسيس، هي عباره عن تجمع في ترايجليسرايد وين ذا سيل اوف ذا ليفر. هو المين هو الليفر، لانه الليفر هو المكان اللي هو حيصير بيها ميتابوليزم للفات. ممكن ايضا نشوفها بحاره الهارت، ممكن سكليتال مسل، ممكن بالكيدني، اي اورجانال. الستيتوسيس هنا هي ايضا عمليه الفاتي تشينج بس راح يصير هارد،
ممكن نشوفه بحالة توكسان، ممكن نشوفه بحالة بروتين مال فانكشن، والدايابيتس والأوبيسيتي والأنوكسيا. الكحول ابيوز والدايابيتس اللي طاز هذني associated with obesity، يعني تايب 2 اكثر شيء هو اللي حيكون نشوفه هواية بي فاتي تشينج بالليفر. هنا مثل ما تشوفون الشكل، شكل اللي هو على صفحة اليسرى هذا النورمال هيباتوسايت، وعلى صفحة اليمنى شلون صار بيها فاتي تشينج اكيوميليشن اوف فات على شكل فاكيول بالسيتوبلازم اوف هيباتوسايت. هاي الفاكيول اني من اصبغها راح تبين بشكل ابيض لانه هو فات، فراح يبين بشكل ابيض. من اشوفها جروسلي من عبارة عليها بالحقيقة راح اشوف اللي تشوفون الليفر من جهة اليمنى شلون شكله، يكون احمر ثاني قوي بعدين يقوم يفتح الى ان يصل مرحلة انه يصير يلو تيل يلو. طبعا هو حيصير بيها enlargement because of fat و greasy greasy to touch. زين اثيروسكلوروسيس وبحاس الاكسانثوما وكسانثلزمة هذين اثنين. هاي الصورة هنا أنا راح اشوفون الاكسانثوما، هاي هي عبارة عن تجمع of deposition of cholesterol مكانات بالسكن. هيك راح نشوفها. دارين تعيديها بس دارين قطع الصوت، هاي اخر شيء. بس الكوليسترول سمعت ال ال الفات اي دكتور، بس الكوليسترول ديبوزيشن، الكوليسترول ديبوزيشن او حيسموها الهايبر كوليسترولينيا، هنا عباره عن زياده بالكوليسترول ديبوزيشن اوف كوليسترول. وين راح تتجمع هاي؟ راح تصير بها الفاجوسايتوزز باي مايكروفاج، تجمع بالماكروفاج. فهنا تشوفون هاي الصوره، الصوره هي عباره عن كابيلاري ارتري وبصفة المايكروفاج. المايكروفيج هنا مليانة deposition of cholesterol، والصورة اللي تحتها هاي صورة artery صاير بها atherosclerosis. atherosclerosis because of the presence of cholesterol inside microphage أو حسموها الفوم سيال. فده شوفون هو هذا atherosclerosis، وكذلك بسبب الإكسانثوليزما أو الإكسانثوما. الإكسانثوما أيضا هو عبارة عن في the skin disease اللي هي عبارة عن تجمع of cholesterol deposition inside the skin. وهيك يعني يعني موجود الهيستوباثولوجي مالتها. الهيستوباثولوجي عبارة عن تجمع اوف مايكروفيج مليانة كوليسترول، وشكلها مثل ما تشوفون هاي الاي مالت البيشنت، هاي التجمع مال الكوليسترول. وراها عندنا تجمع اوف جلايكوجين، هو تقريبا يشبه الفات، ايضا هو بسبب زيادة اوف جلايكوجين او جلوكوز انتيك. راح نشوفها بحالة الانكونترول دايابيتس ميليتس، وكذلك في حالة عندنا جينيتك ديسوردر اللي هو عبارة عن glycogen storage disease، وراح يكون شكلها مثل ما تشوفون أيضا كأنما شلون الليفر، مثل الليفر الفات، الفات change كأنما مثل الفات accumulation تشبهها. أيضا من ضمن التجمع of intracellular accumulation هي تجمع البروتينات. البروتينات بصورة عامة التجمع مالتها يكون أقل من من الفات ومن الكوليسترول والجلايكوجين اللي حكينا بيها. البروتين تجمعات البروتين اقل نشوفها بالجسم. فمن ضمنها هو راسل بادي. الراسل بادي هو هذا اللي تشوفون اللون الورجي، هذا هو عباره عن تجمع بروتينز اللي راح يصير موجود من ضمن الانفلاماتوري سيال ممكن. وكذلك هنا عندنا تجمع اوف بروتين، هنا هاي البروتين راح تتجمع بحاله النفروتيك سيندروم، راح يصير ري ابزوربشن اوف بروتين بالجلوماريولاس اوف كيدني، وراح تتجمع مثل ما تشوفون هاي الخليه شلون اكو بيها اللون الوردي. هذا اللون الوردي هي عباره عن بروتينات متجمعه ويسموها النفروتيك سندروم. كذلك من ضمن الاشياء اللي هي السبستنس اللي حيصير بيها اكيوميليشن هو الكربون او حيسموه الكول داست. هذا الكربون ممكن هو الكربون هو اكسوجينوس، بس احنا هذني حكيناهن بشكل عام يعني هي تجمعات accumulation of substance. الكربون هو exogenous pigment راح يصير inhaled عن طريق الرئة، راح يجينا وراها بالرئة راح يصير بيها phagocytosis بالمايكروفيج، وراح يبقى مثل ما تشوفون الشكل هنا اللون الأسود راح يبقى بالمايكروفيج يتجمع، وبعدين المايكروفيج ممكن تتحلل ويتحول إلى الليمف نود، يروح بالليمف نود واجريجيت هناك على شكل بلاك بيجمنت. من ضمن الاشياء
اللي هي الاكسوجينوس ايضا بيجمنت اللي هي التاتو. التاتوينج ايضا هو انجكتد بيجمنت انتو ذا ابيديرم انتو ذا ديرم، راح تروح بالسكن وتتجمع بالكونكتيف تيشو. اضافه الى الميركوري ممكن الميركوري حيصير بيها انكوربوريتد انتو ذا ميوكوس ممبرين اوف ماوث، او مثلا بالجنجيفا ممكن يصير بيها تاتو اوف ميركوري. اضافه للديرت ان ذا ووند، if the wound that كان عندنا wound وما كان عندنا مثلا ما نظفناه بالشكل الصحيح راح يبقى الدرت left in the wound وبالتالي حيأدينا لحدوث اللون يصير بالwound. والتاتو مثل ما قلنا الليبوفيوزين، الليبوفيوزين إلى اسم ثاني الwear and tear pigment. هذا النوع من البيجمنت راح يصير as a sign of aging أو atrophy، فهو insoluble وهذا هو يعني حتبين على شكل جرانيول مثل ما تشوفون شكلها هنا، فديلو او براون جرانيول متجمعه بداخل الخلايا، وهاي اني اعرف بيها انه هاي الخليه متعرضه الى وير او تير بيجمنت، يعني متعرضه لفد فد فد اتروفي فد شيء معين او فد انجري او فد ايجينج بروسيس. من ضمن الانجري هي الفري راديكال، اوكسجين فري راديكال، احنا قلنا هذا توكسيك ايجنت يعني اذا تجمعت بالخليه فراح تبين على شكل لايبوفيوزين. هاي ايضا هنا على شكل لايبوفيوزين. من ضمن الانتراسيلر اكيوميليشن هو الميلانين، الميلانين هو براون بيجمنت اللي هو اندوجينوس اللي هو راح تكونها الميلانوسايت. الميلانوسايت هي موقعها صايره بالبيزل سيل لاير، فتزداد بحالة أدنى سكرين against harmful ultraviolet radiation، تزداد. لهذا هو الشخص إذا ظل يتعرض للشمس بشكل هواية يعني فأكيد راح يصير عند اللون السكين مالته راح يصير darker as a screen، يحاول أنه يحمي نفسه من ultraviolet radiation. وكذلك الميلانين راح يزداد أدنى في بعض أنواع الديزيز، من ضمنها هو الأديسون ديزيز، وكذلك Diffuse Jigger Syndrome مثل ما تشوفون هاي Perioral Pigmentation. وكذلك عندنا بالNeurofibromatosis والElbright Syndrome، هاي النوع من الميلانين راح يزداد بالسكن بحالة الNeurofibromatosis والElbright Syndrome، وحيسموها الكوفيوليت ماكيول. هاي الكوفيوليت معناها لبن وحليب، كوفيوليت يسموها. من ضمن ال هاي نفسها وحملها تختلف؟ لا هاي تختلف، هاي اكو ديزيز مو مثل الوحمه، الوحمه هاي كونجنتال تطلع من عنده من بدايه عمره. تمام اوكي. انا هسه هاي راويت لكم هاي نيوروفايبروماتوس والبرايت سندروم، هاي راويت لكم يعني ابسط شيء به، بعد اكو بها يعني مثلا السندروم، هذا سندروم بهوايه اشياء، بس انا بس راويت لكم يعني اللي شيء يخصكم. ان شاء الله السنه الجايه تاخذوها اكثر بالتفاصيل هذين. الهيموسيدرين، الهيموسيدرين هنا ايضا هي عباره عن اندوجينوس بيجمنتيشن اللي هو جايه من تحطم الار بي سي، الار بي سي في داخلها الهيموغلوبين. فمن شخص يصير عنده تروما انجري فراح يصير عندنا ليكج للار بي سي انسايد ذا تيشو، وهاي الليكج حتؤدي لنا الى فورميشن اوف هيموسيدرين. فهاي الهيموسيدرين اول شيء احنا طبعا تعرفون البروسيس، هاي يسمها بروسيس يعني الطخه، من واحد ينطخه وشي مثلا لونها ممكن يصير ازرق وبعدين تبدي تتدرج يصير لونها ازرق جوزي اصفر الى ان تروح، فهي هذا التجمع مال هيموسيدرين بيكوز الهيموريج. طبعا الهيموريج ممكن يكون بيكوز اوف تروما وممكن كرونيك هيموليتيك انيميا من ضمنها. بعدين عندنا شيء اسمه pathological calcification. الكالسيفيكيشن هنا pathological calcification هو عبارة عن تجمع accumulation of calcium ion. الكالسيوم ايون هنا ممكن يكون بنوعين، النوع اللي حيسموها dystrophic calcification عبارة عن تجمع الكالسيوم ايون بالمكان بالتشو اللي هو dead tissue اللي هو after postmortem the deposition of calcium وراها. طبعا الكالسيوم هنا من يصير بي deposition يصير التشو يصير hard، او بحالة الميتاستاتيك كالسيفيكيشن بحالة انه ديبوزيشن اوف كالسيوم ايون بالنورمال تيشو مو ديد تيشو، فهذا يكون سكندري
فد شيء معين، يا اما مثلا تروما بالمنطقه وتاثرت المنطقه صار فيها باثولوجيكال كالسيفيكيشن، او ممكن انه حصل عندنا مشكله بالميتابوليزم مال الكالسيوم بحاله يسموها الهايبر كالسيميا، فهاي الباثولوجيكال كالسيفيكيشن اللي هي تجمع الكالسيوم ايون. الميجر كوزز اوف هايبر كالسيميا يا اما زياده بالسكريشن اوف باراثايرويد هرمون او destruction of bone بسبب disease ثاني مثل multiple myeloma اللي هو عبارة عن cancer, Paget's disease, leukemia, vitamin D related disorder and renal failure. هاي ليش يصير بي hypercalcemia وبالتالي حيصير عندنا metastatic calcification. هاي الأسباب ممكن parathyroid hormone, ممكن diseases, destruction of bone حيقدينا أو vitamin D deficiency أو disorders renal failure. آخر شيء عندنا الموضوع اللي محاضرتنا اليوم هو سيلر ايجينج. كل شخص هو متعرض للايجينج. احنا بصورة عامة بالبوبليك بوبليك اتنشن، هو البوبليك اتنشن هي انه يعني مثلا يهتمون بالشكل مالت الشخص، انه صار يعني البنية او بدأت تكبر البنية فقامت تحقن وهاي فتباوع بس على الشكل مالتها الخارجي، ما مهتمة بالداخل. الداخل هي المشكلة، انه سيلر ايجينج هي ترى هي يعني موجود بروسس يبقى بالداخل بداخل كل خليه، فهذا الايجينج راح يصير بيه فد كونسيكونسز يعني الفد شيء ثاني اكو شيء ثاني اثر عليه، ممكن هذا الشيء الثاني يكون جينيتيك او هسه راح نحكي عليها احنا شلون بيصير هذا الايجينج اسباب، فهي ممكن احنا ممكن انه تاثر الشكل الخارجي يتاثر، اوكي حطينا فيلر حطينا بوتوكس ما ادري شنو، بس ما راح تقدر تاثر على البرين. البرين السيلر ايجينج باقي مثلا بالبرين، السيلر ايجينج باقي inside the cell of intestine مو صحيح، خاصه البنوتات. زين، فمثلا ان الزهايمر ديزيز الهارت ديزيز هذني كلهن راح يتاثر ويل ايجينج راح يزداد. فالإلكسير يعني إلكسير أوف يوث، يعني إحنا دائما من زمن من الأزل إنه دائما كانوا يدورون على الإلكسير أوف يوث اللي هو شراب الشباب حتى يكون شباب يعني، هو لحد الآن ماكو شيء اسمه شراب الشباب يعني، لحد الآن ماكو هذا الشيء، ما قدروا العلماء لحد الآن يوصلون لهذا الشيء. الإيجينج هنا شلون راح يصير الميتال البروسس هذا؟ كتعريف هو progressive decline of lifespan and functional capacity of cell. هذا راح يصير الـ aging because the mechanism of the homeostasis اللي احنا قلناها راح يصير slow. فهنا الخلية من تتعرض الفتشي بعد ما تقدر يصير بها adaptation بشكل طبيعي مثل ما كانت youth، الخلية راح تتأثر ما يصير الـ homeostasis عندها بشكل طبيعي، يعني صار ثقيلة الخلية ما تقدر الفانكشن مالتها صار ثقيل. اللايف كاباسيتي هنا بشكل عام بالوومن، يعني اي هسه من سوون اي احصائية اللايف كاباسيتي بالوومن هو يعني اكثر من المان. طبعا هنا ليش؟ انه الوومن يعني اقل تعرضا مثلا للسيجاريت سموكينج للالكحول كونسوميشن للستريس، يعني السستبلتي مالتها للسيروسز للكانسر الكارديوفاسكولار ديزيزز الريسبيراتوري ديزيزز اقل، بس هذا يعني طبعا تختلف اكوردنج تو كوميونيتي، يعني مثلا الاشخاص الويسترين يعني نفس الشيء، الميل والفيميل هي متعرضه نفس الشيء للسيجاريت والكحول كونسوميشن وكلهن يشتغلن، فهنا راح تكون اكثر تعرض للستريس وبالتالي هي هرمونال عندها هرمونال تشينج اكثر، فيكون اكثر يعني الايجينج راح يبين بها اكثر من الميل. بس لا كل ما تكون يعني ذب الحمول مالتها على الرجال لا الايجينج راح يبين على الرجل اكثر من الومن. ان جنرال اللايف اكسبكتنسي اوف انديفيدوال راح تعتمد على اشياء، ممكن انترنسيك جينيتيك بروسيس، يعني جينيتيكلي يعني اكو ناس هم جينيتيكلي ما يبين عليهم الايجينج، هم يعني فاميلي اللي كلهم تشوفهم ابالك صغار، وممكن انفايرمنتال ستريس او فاكتورز تخلي الشخص تاثر عليه يكون يبين عليه يوث اكثر،
او اللايف ستايل هو حيل داري نفسه او ايج ريليتد ديزيز. ما عنده ايج ريليتد ديزيز، ما صار عنده هايبرتنشن، ما صار عنده اي شيء يعني سكر وهاي، فبالتالي هو محافظ على نفسه وما عنده جينيتك سسبتابيلتي، فمبين عليه يانجر على يوم انه بعمره مثلا تشوفهم اكبر من عنده شكلهم. الثيوري اوف ايجينج، اول شيء عندنا جينيتيك كلوك، ممكن الجينيتيك كلوك جينيتيكلي هاي جينات هنا ينتهي عمرها، هاي طبعا ثيوري. ديزيز، كل ما تزداد الديزيز الاكسلريشن اوف ايجينج اكثر. هرمونال سيكريشن decline، كل ما يقلل هرمونال سيكريشن خاصة السكشوال هرمون كل ما يزيد الايجينج. impaired immune function، كل ما يصير عندنا الاميون فانكشن ما تشتغل زين اكيد راح يصير acceleration للايجينج. failure of renewal of lost cell because of senescence، نام الخلية يصير بيها يعني خلينا نقول يعني شلون انه يعني بعد ما تقدر انه تعوض اللي ماتت. والأوكسيديتيف ستريس، هنا كل ما يكون الفري راديكال انجري أكثر كل ما الايجينج يكون أكثر. والريديوس فانكشنال كاباسيتي تو بروليفريت، يعني شنو هنا الخلية الجينات مالتها بالدي ان اي كروموسوم، في نهاية الكروموسوم اكو فد نوع من انواع الجين اسمه التيلومر. هذا التيلومر هذا كل ما الخلية يصير بيها انقسام التيلومر يبدي يقل، شورتنينج يصير بي الى ان تصل مرحلة، طبعا الانقسام مالته راح يحتاج انزيم اسمه تيلومريز انزيم، الى ان تصل مرحلة تيلومريز انزيم يخلص بعد ماكو وتيلومر بعد ما ينقسم، وها هي بعد ماكو تموت الخلية، فهذا يسموها reducing the functional capacity of proliferation with age عن طريق التيلومر انزيم والتيلومريز. الأورغان change in aging، طبعا كل الأورغان راح يتأثر، من ضمنها الكارديوفاسكولار سيستم حيصير بيه اثيروسكلوروسيس، النيرفال سيستم راح يصير عنده ديميشيا، حيصير عنده الزهايمر، باركنسونيزم ديزيز، المصل ماسكولوسكليتال سيستم ايضا راح يزداد، البون ديزيز ممكن يتعرض لفراكتشر اكثر، المصل راح يصير بيها ديجنريشن اند ارينجمنت، الاي ممكن يصير عنده كاتاركت، فاسكولار تشينج بالريتينا، الهيرينج حيصير ديسابيليتي بالهيرينج، راح يصير عنده حس ثقل بالهيرينج بالاي ما يقدر يسمع بشكل صحيح اللي هو يسموه الاوتوسكليروسيس. الاميون سيستم راح يصير بيها ديسفانكشن، راح يتعرض لل سيفير انفكشن ممكن اكثر. الكانسر طبعا 80% اوف كانسر راح يصير ريليتد تو ذا اولد ايج. ان جنرال السبستنس هنا امبروفد دي ان اي ريبير، اي سبستنس امبروفد دي ان اي ريبير، اي سبستنس انهانس الاميون سيستم طبعا هذني كلهن، وانهانس الهيموستاسيس كلهن هذني حائدين الى حدود انهبيتنج للايجينج. ولهنا احنا خلصنا المحاضره مالتنا. أي سؤال؟ لو تقول المحاضرة وبعدين تسألوني كيف؟ دكتور العفو عندي سؤال. أي. بالريفيرزبل هاي بالبداية. بنصار مثلاً. إيه بالريفير بنصار دمج. والميتوكوندريا يعني اتضررت، ليش الكالسيوم يزيد؟ يعني شنو الربط بين الكالسيوم والميتوكوندريا؟ لا. يعني الكالسيوم هو. الكالسيوم هي من ضمن الميتوكوندريا، هي بداخلها هم اكو كالسيوم، يعني هي الصنعه، يعني هي بداخلها، هي بداخلها هي من ضمنها اكو كالسيوم هوايه، يعني هي الخليه بداخلها اكو كالسيوم هوايه. تمام. اوكي. فالميتوكوندريا من تبدي هنا تتاثر راح يبدي الكالسيوم راح يزداد لانه الخليه بتبدي تتحطم. تمام. اوكي تمام دكتورة. والعفو سؤال ثاني هم بالمحاضرة اللي راحت عن الكانسر، احنا قلنا هو هايبربليجيا مو؟ يعني الكانسر كل انواع الكانسر تعتبر هايبربليجيا، يعني كل انواع الكانسر لازم بيها هايبربليجيا. زين دكتورة، اكو مخطط هو بالمحاضرة السابقة موجود ديسبليجيا، هاي ديسبليجيا مكتوب مثال واحد. هاي واحد هاي مو مثل الهايبربليجيا، الديسبليجيا تختلف عن الهايبربليجيا. الهايبربليجيا هي عبارة عن زيادة بعدد الخلايا،
تمام. طبعا سؤال كلش حلو. الديسبليجيا لا، هاي هنا فانكشنال ديس فانكشن، فانكشن راح يصير بيه ديس فانكشن، بالخليه نفسها، تتاثر الخليه بالفانكشن مالتها. فمثلا الخليه هنا مثلا خلينا نقول الديسبليجيا مثلا النيوكلياس، كم الخليه مثلا موجود المفروض بيها خليه نيوكلياس وحده، اوكي؟ نعم. من يصير بيها شنو ما تريد تضاعف نفسها، مايتوسس، شو يصير؟ كم نيوكلياس؟ اثنين مو؟ اي وتنقسم نعم. هايبرديجيا اثنين، زي اذا صارت ثلاثة لو اربعة لو عشرة، صحيح؟ اي صح. اذا صارت 10 خلايا تصير؟ لا ما يصير، المفروض تنقسم فقط خليتين، مو صحيح؟ دكتورة يعني بالديسبليجيا يعني هي بس الفانكشن، يعني ماكو لا زيادة ايه بعدد أو نقصان أو شيء، بس بالوظيفة. وظيفتها خطأ تصير، ايه تقوم مثلا بدل ما تقوم تنقسم الى اثنين، تقوم تنقسم ثلاثة، تقوم تنقسم اربعة، آه تمام تمام اي دكتورة تقوم تخيط وتخربط بالفانكشن مالتها، هاي تمام. الديسفانكشن. هاي راح تاخذون بها الديسبليجيا، راح تاخذوها بالتفاصيل بعدين، راح نعطيكم اياها بمحاضرة النيوبليجيا، عندنا محاضرة نيوبليجيا. تمام دكتور، شكرا. عاشت ايدك، خوش. سؤال بعد، من عنده سؤال؟ احد عنده سؤال؟ اوكي مو مشكلة، انا حنزل لكم المحاضرات، ولما تقعدوا قروا اي سؤال انا حاضرة. هسه انا راح انزل لكم فورم. دكتورة اكو فرق اذا قرينا بالباوربوينت او على الوورد؟ يعني وحدة معناته ما اريد نقرا اثنيناتي، ممكن حتى اخاف من لا تخربط، لازم، يعتمد على وحدة. لا لا لازم تقراها. يعني يا مهم، اي نعم، يعني اخلص الباوربوينت وبعدين ارجع احاول على الوورد؟ اي لازم تقراهم. يعني هذا انت تقرا الباوربوينت، هاي مجرد تفهمك، الباوربوينت مجرد تفهمك، اي هي دكتورة، واذا الاصليه انا هي قريت ذيك على طبعا. الوورد يعني وطلعت صورة من الانترنت، اكو مشكلة لو لازم اقرا الباوربوينت؟ لا ماكو مشكلة. ها يعني ايش اقصد انا؟ هسه وصلت لكم هذا الفورم، يمي لي خلال 10 دقائق وصلتكم مو؟